ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل، وانضمت لي وشرفتني ونورتني ضيفتي الجميله مريم شريف اللي هتتكلم معايا النهارده على كورسات فيتارم جلوبال. يعني بعد غيبه كده والمفاجآت الحلوه مع مريم. ازيك يا مريم؟ ازيك يا شيخ؟ صباح الفل. صباح النور. عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله، وحشتيني طبعا جدا. انت اكتر والله جدا وحشتيني قوي، وطبعا كل المشاهدين صباح الخير عليكم. وحشتوني، وانا عامله لكم النهارده بقى خصومات حلوه وحاجه، كرسي جديد بقى وعليه هديه كمان. يا سيدي النهارده بقى انا جايه لكم بقى حاجه جديده. يا حبيبتي نورتينا. اولا انا لقيتك أنا يعني احكي لنا بقى. انا عايزه اقول لكم طبعا انا دخلت لقيت طبعا طاجن حلو زي ده كامل، فطبعا قلت لازم تسيبيه حته ولازم اكلها بقى معاكم، فانا هدوق بقى حته. مش هقول لكم ودوقي الخضار معاها. دي اكله مصريه. هي على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، هي ماري ما تعرفش العكاوي دي ايه، بس انا هقولها بعد ما تاكل. يعني انا مش هقول دلوقتي. بالهنا والشفا حبيبتي، صحة وهنا. ما نفسي اعرف بقى دي معناها ايه. بلاش اما تبلعي. لا بس انا عايزه بس انا ليه قلت في الاول اكل؟ عشان في ناس كتير فاكره ان الاكل ان احنا ما ناكلش خالص وان احنا عشان كده نخس. لا لا، هو الحرمان مش لكن صح. لكن انا حابه ان انا ابدا الحلقه اقول ان احنا ناكل احنا عايزينه بس بكميات قليله. صحيح. وده اللي انا جايه اتكلم عليه النهارده مع الكورس. طيب خلينا استاذنك بقى الاول قبل ما تبلعي كده وتاخدي نفسك، احنا هنعرض الصفحات الجميله الخاصه بين فيتارم جلوبال. ثلاث صفحات هي دي الصفحات الوحيده لفيتارم جلوبال. عندنا فيتارم جلوبال بالعربي، وفيتارم جلوبال بالانجلش، وفيتارم تخسيس ورشاقه. دول الثلاث صفحات الوحيده. طبعا ارقام التليفونات الموجوده قدام حضراتكم على الشاشه دي الارقام الوحيده لفيتارم. في من ضمن هذه الارقام خدمه الواتساب، يعني نقدر نتواصل عليه ويبقى فيه سهوله بعد كده. صح. دي طبعا الصفحات بس خاصه بينا، حابه ان انا اقول لكل الناس دي الصفحات بس خاصه بينا فقط، مش اي صفحات تانية. أوكي. عشان في ناس ممكن تاخد الكورس بسعر مثلا تاني او سعر اعلى كمان من ويغيروا شويه في الاسماء ويبقى نفس الشركه، ممكن لا قدر الله يتسبب لهم في اي حاجه. ودي بس الارقام دلوقتي الخاصه بينا، ممكن اي حد يصورها او يكتبها في ورقه، ده الافضل لينا، اسرع طريقه. تمام. الصفحات بنشوف شكل المنتج ان هو المنتج الاصلي اللي هيوصل لكم، اللي عليه الشرنج، العلامه المائيه، الختمه على كل كبسوله، فده بيعرفنا اكتر. وبننزل انظمه غذائيه، فدي الصفحات الخاصه بينا ودي الارقام بس الخاصه بينا. هايل. قول لنا بقى الكورس النهارده اللي انت جايبه لنا بيه عرض جميل، وقول لنا بيخاطب يعني انهي اوزان، وكلمينا كده بقى يا مريم. بس انا جايه النهارده اصلا موضوع الحلقه هحب اتكلم عن الجوع العاطفي. طبعا كل الناس دلوقتي زي ما انا بتقول ايه الجوع العاطفي ده؟ يعني خاص بالفانتين؟ لا، في الجوع العاطفي ده اللي هو جوع بالليل. اللي بيجي لنا بقى حسب هرموناتنا. تقصدي الجوع الاكثر رومانسيه؟ لان مفيش حد فينا ما بيفتحش باب الثلاجه دلوقتي. بقينا وجباتنا الاساسيه يعتبر بتبقى بالليل. في ناس بتعتقد ان انا ممكن ان انا اقفل بقي خالص طول اليوم واجي اكل وجبه واحده بس. بالليل. خطر برضه. وده غلط. طبعا غلط. فانا حابه النهارده اقول ان احنا ممكن ناكل اكل كل اللي احنا عايزينه. ممكن طبعا. وممكن نخس ممكن. في ناس بتعتقد ان انا دلوقتي لو قللت كل اكلي او مثلا اكلت ان انا كل اللي عايزاه بس انا بتمرن. وده طبعا اقول لها غلط، ان انا لما بتمرن احنا 70% الاكل متركب على الاكل، وبعد كده 25% مثلا اي رياضه كارديو او اي رياضه مشي، و5% مثلا تمرين مثلا البطن او منطقه الارداف اللي هو حسب المنطقه اللي احنا عايزين ننزلها. لكن 70% او 80% مترتب على الاكل. يعني لازم انظم اكل، لازم اكل اكل مفيد، اكل بيحتوي على فيتامينات وحاجات مفيده علشان اقدر ان انا اخس او انزل اللي انا عايزاه. الكرسي بتاعي النهارده جايبه لك بقى عرض حلو قوي ولاول مره. قولي لي بقى. عباره عن كبسولات وجرين بيرن وكريم. الكريم ده بقى طبعا تفتيح وحلو قوي. الكريم ده عجب ناس كتير، احنا قبل ما نزلناه كان في ناس كتير جدا جربته وهو حلو قوي، بيفتح البشره وفي كولاجين وبيناسب جدا الناس دلوقتي اللي هتروح بقى مصيف وهتسافر ومحتاجين حاجه نحطها، وكمان بيشد الجلد وممكن كمان بيحرق اكتر معانا، فده هيبقى مفيد معانا مع الكورس. طب قولي لي الكبسولات عباره عن الكورس عباره اثنين كبسولات، اثنين كبسولات واثنين جرين بيرن واثنين كريم. اوكي. ده عرض النهارده وعليه كمان 70% خصم. 70% الشحن مجانا طبعا. الشحن مجانا لكل المحافظات والمتابعه كمان مجانيه يا مريم. متابعه مجانيه طبعا اسبوعين، وده على فكره نازل اكتر كورس عندي النهارده نازل باقل سعر. طب انا عايز اعرف يعني بس قبل ما اناقشك، مناسب الكورس ده لاوزان ايه؟ يعني مثلا تحت ال 100 من فوق ال 100 كيلو، ده اللي فوق ال 150 كيلو كمان. انا النهارده عامله لك على فكره كورس وعليه كورس ده يعتبر هديه. هايل. يعني ده بثمن كورس واحد، يعني ده سد شهيه ونحت ونحت كل حاجه. وجرين بيرن ده انا هتكلم طبعا عن كل حاجه هشرح للناس. قول لنا بس بقى. انا عايزه افهمكم ان انا النهارده عامله كورس وعليه كورس هديه علشان هكثف معاكم، عشان ده خاص بالناس اللي فوق ال 100 كيلو فوق والناس برده الاقل. ممكن حد يبقى عنده مناسبه،
حد عنده جالنا كتير جدا اسئله على الصفحات، في ناس خطوبتها قربت، في ناس عندها مصيف وعايزه تسافر عايزه تنجز. ما هو انا عايزه اقول ان الكبسوله الجديده يا مي انتوا دي كبسوله انا اسفه انا سوري يا مريم يا مريومه ضعفتوها لدرجه ان انتوا بقيتوا الوقت بدل ما كان في شهر ممكن يبقى في خلال اسبوعين اسبوع كمان. انا جايه بيها النهارده الكبسوله الاولى دي بتساعد في سد الشهيه، مش معناها ان انا مش هاكل خالص، لا انا هاكل بس بكميات قليله، بتبني بس حيز معدتك 80%. احنا معدتنا لو احنا بنكبرها بعد، احنا ربنا بيخلقنا معدتنا عاديه جدا عشان ناكل كميات بسيطه، احنا مع الاستمرار ونفضل ناكل كتير ونفضل ناكل اكل مش مفيد بتكبر طبيعي. فبالتالي انا برجعها لك طبيعيا جدا لحيزها الطبيعي. فبالتالي ان انا بعد ما بخلص يا مريم مثلا الكورس بتخن، لا طبعا ان انا رجعت لك خلاص حيز معدتك الطبيعي صغير، فبالتالي هاكل كميات بس بسيطه جدا، هتبقى في الاخر دي اللايف ستايل بتاعته بالظبط كده، بتمشي على النظام. خلينا نشوف الصوره اللي معانا بقى وتكلمينا عنها شويه مريم، ورونا ولاد الصوره كده اللي معانا. مريم عايزين نتكلم عنها واصدقائنا برضو يشاركونا لو ليكوا اي استفسار. مين بقى ده؟ طبعا محمد خس معانا، كان وزنه 139 وخس معانا 95 كيلو ما شاء الله في شهرين ونص، يعني في اقل من 3 شهور بالظبط كان خس معانا وخاسر معانا الوزن. ولو احنا نشوف ان هو السن عنده كانت في الجزء اللي فوق وهو خس معانا وبشرته كويسه ومفيش اي ضرر خالص ولا الكرسي مش مقصر، خد معانا كبسولات كانت بتسد الشهيه معاه، وطبعا بيعلي معدل الحرق اللي هو جرين بيرن اللي بتكلم عليه النهارده، ده بيعلي معدل الحرق وبديل على المشروبات الديتوكس عشان ما نقدرش نعمل اعشاب. ها هو عباره عن زي اعشاب كده في جرسانيا الراسبري بخاصه الاتش تي اي، ده بيعالج الانزيم مسؤول عن اصلا تراكم الدهون وبالتالي بيعلي من معدل الطاقه في الجسم. ان الكبسولات دي كمان بتخلي الجسم ينتج الانزيمات المسؤوله عن الهضم، وبالتالي انا بنظم الهضم اللي عندي عشان في ناس بيحصل لها عسر الهضم، والعسر الهضم ده يعني الاكل اصلا اللي باكله مش بتهضم بطريقه كويسه. لا الكبسولات باخدها بتحتوي على الياف طبيعيه. انا عايزه بس احدد حاجه، ان انا الكرسي بتاعي ده كله الياف طبيعيه 100% بيحتوي على اعشاب زي الكوجينيك، وكمان ضفنا عشبه البابنج ودي عشبه، كل الاعشاب دي موجوده في شرق اسيا اصلا مو موجوده داخل مصر. حلو، احنا استوردنا مجموعه الاعشاب دي واثبتت عليها دراسات ان هي بتساعد في الشعور في الشبع لاكثر من 14 ساعه. يعني تخيلي كده معايا، انا باخد كبسوله الصبح وكبسوله بالليل، دي بقى اللي هي الكبسوله السحريه عشان طبعا الجوع اللي عطيتنا حبيبتي، فدي طبعا اللي بالليل دي بتفتت الدهون تماما وبترجع الجسم تاني ان هو يحرق دهون، وبالتالي انا بقيت بدلها عن النقط اللي احنا كنا بنجيبها. كويس، يعني جبال الجرين بيرن ده بينقي الجسم من السموم وبيفضي المياه المحتبسه، السموم اللي بتكون في الدم اللي بتكون المياه المحتبسه اللي بتاثر فينا. أوكي. ممكن حد بيكون زايد في الوزن بسبب الاملاح والتوابل اللي احنا بناكلها كتير، فاست فود، حد بتسبب لنا طبعا مياه تحت الجلد، وبالتالي ممكن اروح اوزن على الميزان الاقي نفسي مش بنزل، بس اتصيب طبعا بملل واكتئاب ان انا ما بنزلش، بس ده طبعا بيكون نتيجه ان انا عندي مياه محتبسه، ممكن حد يشوفني يلاقي ان انا منفوخه يعني. طيب خلينا ناخد خديجه معانا تليفون، ناخد خديجه. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام، اتفضلي حبيبتي قولي لك اي سؤال. انا سالتك كذا مره على البيج وكنت بتصل بس ما كنتش بعرف اوصل لكم، فالحمد لله وصلت. يا حبيبتي اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي حبيبتي. إيه، انت قلت لنا على البيج ان احنا لينا خصم اكبر يعني، صح؟ انتوا ليكوا خصم، دي حقيقه. انتوا الخصم ايه النهارده يعني؟ النهارده الخصم على الكرسي اللي انا بتكلم عليه النهارده 50%. 50% خصم كمان، ثانيه واحده كمان، الكرسي ده كرسي هديه، يعني انت هتاخدي الكبسولات دي بثمن كرسي واحد. لكن هو عليه كرسي تاني يا خديجه. عليه كرسي تاني. طب نسال السؤال بقى، هي بتقول ممكن تاخده ليها هي واختها؟ ممكن جدا، ده يناسب عادي، ممكن اخده انا واختي، انا وجوزي، انا اي حد ممكن. اوكي، ممكن قوي قوي يا خديجه، ممكن. انت وزنك قد ايه؟ ما عندهاش اي حاجه الحمد لله، بس انا عندي ضغط و حبيبتي الف سلامه، كده السكر بيوصل. الف سلامه عليكي حبيبه قلبي. وزنك قد ايه؟ الوزن قد ايه بس يا خديجه؟ 94 وطولي 170. تمام، يعني هي محتاجه كورس تقدر يخفيني، ممكن يقسموه مع بعض، ممكن يقسموه مع بعض، عشان كده انا جايبه لك عرض عشان اللي عايز مثلا يخس انا وحد. بشكرك يا خديجه حبيبتي والف سلامه عليكي. طب هي يتعارض مع الضغط اللي عندها ده او احنا السكر؟ عندنا كورس خاص بالضغط والسكر. هايل، فهو اصلا عادي جدا ان انا هديها، بس هي كويس ان هي بتقول حاسه حلو. عايزه اقول لاي حد بيتصل بينا او هيتصل بينا لازم يقول لي حالته الصحيه، الغده لازم اساله عن الغده الدرقيه تمام، تحليلها مظبوط ولا لا، فيها خلل، في مشاكل كل تانية في المكالمه طبعا معايا، وطبعا لازم اسالها عندك ضغط او سكر، عشان احنا عندنا كذا كورس، في كورس خاص بضغط وسكر، في كورس خاص بالناس اللي هي العاديه جدا، فهي ليها كورس خاص بيها، واللي هو انا هبعت لها كورس
اللي هو ليها هي الخاص بالضغط والسكر، والاختها الكرسي العادي اللي هو للناس أوكي. هايل. اللي ما عندوش حاجه. فدي طبعا من خلال طبعا مكالمتك معانا انا بعرف ابعت لك بقى العرض بس مع اللي يناسبك. طيب ممكن بقى ناخد ايمان معانا. ايمان الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا وكرم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا اتفضلي. سلام الاستاذه مريم. اتفضلي مريم معايا. انا كنت واخده كورس أيوة. الحمد لله خسيت عليه، وبعد كده طلبت لاختي، على فكره انا دهوني عكس اختي، انا دهوني من فوق كتف وظهر، وخدت كورس وفعلا كلمت الدكتوره وادتني كورس لاختي الحمد لله خسيت جدا برضو، هي دهونها بقى في الارداف خسيت جدا وبقت الحمد لله. فقد ايه فتره قد ايه دي يا ايمان؟ انا بادئه من قبل رمضان وهي بدات بعد رمضان، بعد العيد على طول جبته لها. تمام. ربنا وجعلنا. وحاسه في اختلاف لما بدات يعني من اول من بعد قد ايه كده بعد ما خدتيه؟ شهر واحد كان بدا كل حاجه تبان. طب حصل لك اي مضاعفات مثلا من الكورس ولا تمام؟ لا. كان معاكي يعني مش حسيتي الدوخه ولا اي حاجه؟ لا 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 الحمد لله، ولا انا ولا اختي الحمد لله. الحمد لله حبيبتي، انا بشكرك طبعا على مداخلتك. طب انت هتكملي بقى يا ايمان ولا هتعملوا ايه؟ انا اعرف بقى دلوقتي. لا طبعا هم يعني طبعا بتكمل معايا من قبل رمضان، يعني هي واضح ان ايمان وصلت اللي هي عايزاه، او ممكن تكون هتكمل على حسب طبعا ما هي ماشيه معاكم. دي حاجه جميله ان احنا قلنا في خلال الشهر انت بتنزلي الوزن اللي انت عايزاه. انا خلال شهر بالظبط بخسسك من 10 ل 18 كيلو حسب كمان استجابه جسمك، يعني ممكن كمان تخسي اكتر من كده. طبعا ممكن تمام. لو انا بلعب رياضه، لو انا مثلا قادر اعمل رياضه بساعد نفسي او مشي انا نص ما بطلبش على فكره رياضه ولا بطلب نظام دايت. انت اللي بتعملي بقى مع نفسك نظام دايت او تعملي لنفسك رياضه، بس انت لوحدك لما بتاخدي الكبسوله بتفتت الدهون، بتحرق الدهون تماما. الجرين بيرن انا جايباه ده بيعلي معدلات الحرق اصلا، وفي مجموعه من الاعشاب بتنقي جسمك من السموم، وبالتالي السموم اللي في الجسم كتير دي في ناس كتير بتستهون بيها، لا السموم الكتير دي في جسمي بتخلي ان الجسم دافع بيها عن نفسه، فبالتالي الطاقه اللي هتحرق السعرات الحراريه اللي انا باكلها دي هتدافع بيها عن نفسها فتنقي الجسم، وبالتالي بفقد الطاقه بتاعت الجسم. طيب قولي لنا بقى الكورس النهارده عباره عن كبسولات والجرين بيرن. كبسول ايوه، واثنين جرين بيرن واثنين كريم، زائد كمان انا عامله لكم 50% خصم ايوه، ومصاريف الشحن مجانا. تمام. وده كورس طبعاً مجانيه، عليه كورس هديه. تسلمي يا رب، ميرسي جدا مليومه، مبسوطه اني شفتك النهارده. انا كمان والله نورتيني وشرفتيني. طبعا تسلمي ايديكي يا جماعه. اعرف دي ايه؟ ده الاكستال الديل بتاع الذبيحه او البقره او طبعا بشكر ضيفتي الجميله، نورتني شرفتني النهارده. مريم شريف، ميرسي يا مريم ونورتينا حبيبتي، مشكرك جدا على الكورسات الجميله والخصومات الرائعه، واتمنى يا رب ان النهارده يعني ايه طاجن الكوارع ده. والله يا مريم الحمد لله ما حسيتش باي مضاعفات. اسف العكاوي يكون عجب حضراتكم، جربوه ان شاء الله يا رب ينول اعجابكم، واتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.